بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أكرمنا وهدانا ومن كل خير أعطانا. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجمعنا في رحاب بيته الحرام في مجلس نتذاكر فيه شمائل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوة الأنام وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تزال مجالسنا هذه العامرة بذكر الله، العبقة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالت تتتابع بفضل الله تعالى ومنته في كل ليلة من ليالي الجمعة نجتمع فيها نتذاكر شمائل الحبيب بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لا نريد إلا تحريك الألسنة صلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة أعظم الأيام عند الله في الأسبوع. ولا نريد أيضا إلا تحريك مياه المحبة الراكدة في القلوب لأعظم من تجب له المحبة من البشر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا نريد إلا أن نقترب من هديه وسيرته وسننه وشمائله بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. والله ما جلس عبد ولا أمة على مائدة يذكر فيها الله ويذكر فيها شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجا من وراء ذلك خيرا كثيرا وإيمانا عظيما، لأنه لا شيء يقرب العبد من ربه أعظم من مجالس الذكر وحلق العلم. فكيف إذا كانت في الذروة من تناول مسائل العلم بما يغرس عقائد الإيمان ويوثق عراه في القلوب، أعني ما يتعلق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجالس الشمائل المحمدية كما تقدم مراراً أيها الكرام، مجالس علم، مجالس إيمان، مجالس سنة، مجالس حب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنك تتعلم فيها سننا وتتعرف فيها أيضا على جانب عظيم من الهدي النبوي، وأنت بذلك تزن موقعك رعاك الله من مواقع السنن النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ثم تحاول أن تحث الخطى لتكون أقرب إلى سنته صلى الله عليه وسلم وأكثر استمساكا بها وأكثر حرصا عليها. راية السنة أيها الكرام، راية السنة في الأمة إنما يرفعها أقوام امتلأت قلوبهم بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولن يفلح امرؤ في أن يكون علما على السنة في أمته ومجتمعه، ولا أن يكون إماما في باب السنن واقتفائها إلا رجل قد بات يومه وليلته يصبح ويمسي على هذا الباب العظيم استكثارا من القرب من هدى النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظمنا حظا من سنته صلى الله عليه وسلم هو أكثرنا معرفة وعلما بسنته وسيرته وشمائله. فما استكثر من هذا الباب إنسان إلا وجد خيرا عظيما وبركة عميمة في حياته بل وبعد مماته والله. فما خاب امرؤ عمر حياته بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم امتلأ قلب من المحبة لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم إلا فآضت على جوارحه وعلى حياته كلها من آثار هذا الخير ونوره وبركته وهداه. والله عز وجل قد قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهلموا أيها الكرام لمجلس متجدد من مجالس شمائل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما نتدارسه من كتاب مختصر الشمائل المحمدية، وأصل الكتاب للإمام الترمذي رحمة الله عليه، ومختصره للعلامة الألباني رحم الله الجميع. وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، you
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. هذا أول الأحاديث في هذا الباب، باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استفتحنا الحديث عن هذا الباب في أخريات المجلس المنصرم، وحتى نذكر بما مضى ذكره في ذلك المجلس، فهذا الباب أحد الأبواب التي يذكر فيها الهدي النبوي الظاهر، والمقصود كل شيء يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بهدي الإنسان ومظهره وهيئته. الهدي النبوي الظاهر أكمل أنواع الهدي البشري على الإطلاق. أن تتكلم عن الهدي الظاهر فأنت تتحدث عن اللباس، عن الهيئة، عن مظهر الإنسان، عن طيبه، عن كل شيء يتعلق بظاهره دون باطنه. الطيب والعطر مما يتحلى به الإنسان ويتجمل ويتكمل أيضا مظهره وهيئته، وهذا أيضا باب عظيم مأثور فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي نبوي كريم. العطر والطيب محبب إلى النفوس، لأن الرائحة الطيبة تستهوي الأرواح الطيبة كذلك، وتأنس النفوس وتستريح وتنشرح الصدور لكل شيء طيب ريحا ومظهرا وهيئة. فأنت تجد البشر يميلون إلى الطيب من الكلام، والطيب من الأفعال، والطيب أيضا من الطعام والشراب، فكل شيء يطيب تميل إليه النفوس. ومن هنا كانت الأطياب في ريحها أيضا محببة إلى النفوس. وقبل أن ندخل في تفاصيل الهدي النبوي الظاهر فيما يتعلق بباب العطر والطيب، لا بد أن نقف هاهنا على مسائل على عجل. أولها أن هذا الباب وغيره من الأبواب جزء من الكمال البشري الذي جبل الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد اعتلى بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام الكمال البشري الذي لا يعلوه فوقه أحد في كل باب من أبواب الحياة البشرية، خلقا وخلقة وإيمانا وعقيدة وكل ما يندرج تحت هذا الباب، فقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك السهم الأوفر والنصيب الأكبر. وثانيها أن الطيب والعطر وما يتعلق به مما سيأتي تفاصيله الآن في هذا الباب هو جزء أيضا من هدي نبوي كريم عظيم كبير فيما يتعلق بعنايته صلى الله عليه وسلم بأمور هيئته ومظهره وريحه عند جلسائه والناس من حوله. وهذا باب دقيق إنما يذكر عند البشر اليوم في تفاصيل ما يتعلق بالأناقة والعناية بالمظهر والهندام، وقد كانت السنة النبوية أسبق بكثير من كل ما يذكر في هذا الباب. لما يذكر عليه الصلاة والسلام للمسلمين ألا يقرب أحدهم المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا، فيذكر عليه الصلاة والسلام ذلك ويقول: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويؤسس عليه الصلاة والسلام للعناية بهذا الباب، ويذكر أن على المرء المسلم أن يعتني بريحه ومظهره وهيئته. ثم يذكر ما يأتي في تفاصيل هذا الباب: العناية بالطيب واتخاذه واهتمامه صلى الله عليه وسلم كما سيأتيكم عما قريب. وثالثا: اعلموا رعاكم الله أن عناية نبينا صلى الله عليه وسلم بالطيب هو أيضا جزء مكمل لطيب باطنه مع ظاهره صلى الله عليه وسلم، فقد كان أطيب البشر باطنا وهو كذلك أطيبهم ظاهرا، فما عرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء من الروائح المستكرهة ولا شيء مما يتقدر منه الإنسان مما تنفر عنه الطباع، ولا عرف أحد ولا ذكرت الروايات أن شيئا من ذلك ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك عيب ومنقصة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد نزهه الله عن ذلك. بل كان أطيب الناس ريحا، بل كان عرقه صلى الله عليه وسلم من أطيب الطيب. دلت على ذلك جملة الروايات في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة يعني رمح صغير. قال: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك صلى الله عليه وسلم. أتظن أن صحابيا كأبي جحيفة رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث وهو في صحيح البخاري كما سمعت، أتظنه يصف تلك العبارات نوعا من المحاباة والمجاملة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه بالغ في الوصف ليصف ريح كفه أو عرقه عليه الصلاة والسلام بريح المسك، وأن جزءا من المحبة دفعته لأن يقول مثل هذا الكلام؟ لا، لكنه الحقيقة والواقع. ولذلك ثبت عن غيره رضي الله عنه إثبات هذا الأمر، فالصحابة قد وقفوا عيانا على ملامسة هذا الأمر في طيبه عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى ما يرويه أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أيضا، يقول في جزء من حديث: قال: ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس هذا عند مسلم بلفظ: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ذاته عند الترمذي بلفظ: ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم رعاك الله أن عرقه طيب بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، وريحه كانت طيبة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف ازداد فوق ذلك الطيب طيبا فيتطيب بالطيب بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أنه قمة الكمال البشري في العناية بمظهره وهيئته والهدي النبوي الظاهر؟ صدقوني، لن تجدوا في تاريخ البشر ولا في تعاليمهم أو قيمهم أو عاداتهم شيئا في هذا الباب أرقى من المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله سبق بالقرون المتباعدة ما نتجته البشرية المعاصرة في فن الأذواق والأخلاق وما يعتني به المرء في مجامع الناس ومحافلهم وفي الاجتماعات الرسمية ونحو ذلك، لقد سبقت السنة سبقا بعيدا. أقول: إذا كان عليه الصلاة والسلام طيب الريح طيب العرق صلى الله عليه وسلم، فأنت تعلم أن اتخاذه للطيب الذي يتعطر به ما كان دفعا للروائح المستكرهة والمستقدرة، فما هو إذن؟ ما هو إلا تمام الجمال بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لنكرر مرارا أننا عندما نتحدث عن جمال بشري يتعلق بخلقة ومظهر وهيئة، ويتعلق أيضا بشيء مما يعتني به المرء في حاله، فإنك لن تتجاوز شيئا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولكم كررنا مرارا أيها الكرام، إنه مهما أحب إنسان إنسانا فإن دافع المحبة ينبغي أن يكون بالمقام الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إما أن تحب إنسانا لجمال خلقته ومنظره التي خلقه الله عليها، فإن كان كذلك وجب أن يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، لأنه أجمل الخلق. وإن كان حبك لامرئ بسبب جمال أخلاقه وكمال صفاته وحسن نعوته، وجب أن يكون أيضا حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن الله قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن أحببت إنسانا لإحسانه إليك ومنته عليه وما أسدى إليك من معروف وآيات بيضاء، فينبغي أيضا أن يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، لأنه أكمل الناس إحسانا إلى الناس وأعظم البشر حقا على البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الباب جزء
من الهدي النبوي المتسع الذي يصور لنا هذا الجمال والجلال والكمال له عليه الصلاة والسلام. إذن هذا باب يصف ما نقله الصحابة فيما يتعلق بعطر وطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن كان يتخذ الطيب ويحث عليه ويرشدنا إليه مع استغنائه عنه صلى الله عليه وسلم، فلنحن به أولى وأحرى أن يكون لنا عناية في هذا الباب. ثم أخيرا ينبغي أن نقول، إذا ما وجد أحدنا من نفسه رغبة ذاتية ودافعا شخصيا لحب الطيب، بعض الناس خلق هكذا يحب الروائح الطيبة ويتخذ العطور وينفق عليها الأموال ويصرفها ويشتريها، شيء محبب إلى نفسه. أقول إن كان أحدنا كذلك فليضف إلى هذا الباب القصد العظيم باتباعه لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون استعماله للطيب واتخاذه له وعنايته به ليس فقط لعادة عنده ولا لشيء محبب إلى نفسه فحسب، بل يكمل ذلك ويجمله بأعظم من ذلك، وهو أن يجعل ضمن مقاصده حب التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام وحذو منهجه وشمائله المأثورة عنه في هذا الباب. يقول أنس رضي الله عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة قيل معناه عطر خليط مركب من مجموع من الروائح يسمى سكة، وقيل وعاء يوضع فيه الطيب ويسمى سكة، وكل ذلك يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أن يتطيب، ويخص ذلك بسكة تكون عنده فيتطيب بها ويتعطر بها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. هذان حديثان أحدهما عن أنس والآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أيضا هدي نبوي يتعلق بالعطر والطيب أيها الكرام، وهو أنه من السنة ألا يرد العطر أو الطيب إذا أهدي إلى المرء أو قدم له. يقول أنس: كان لا يرد الطيب، هذا من صنيع أنس رضي الله عنه، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وهذا يحتمل أنه إما أن يهدى له الطيب فيقبله، أو أنه يجعل له الطيب في بدنه أو في ثوبه ويقدم له أيضا فلا يرفضه. كان أنس رضي الله عنه يقبل الطيب، ثم يصف ذلك لربطه بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. والحديث الآتي مثله كذلك، قال: ثلاث لا ترد، يعني ثلاث لا ينبغي أن ترد إذا قدمت إلى الإنسان. قال: الوسائد والدهن واللبن. وموضع الشاهد فيه قوله الدهن، والمقصود به الطيب أو العطر. وقبل أن نأتي على معاني الحديث الآخر، عدم رد الطيب ومشروعية قبوله وعدم رفضه لأنه خفيف المحمل طيب الرائحة، وهذا أيضا تأصيل لباب الطيب والعطر، أن يكون مما يهدى وأن يقبله الإنسان إذا أهدي، وأن يعتني به وأن لا يغلق هذا الباب، فيبقى الطيب رسالة إهداء بين المؤمنين يتهادون به ويتوادون فيها بها فيما بينهم. يقول أنس رضي الله عنه: إنه كان لا يرد الطيب، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
هذا الباب الكبير الذي لطالما تكرر معنا في صنيع الصحابة رضي الله عنهم، هو ربط أحوالهم وأفعالهم بما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفعل الشيء ثم يعلله وينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان لا يرد الطيب ويذكر الحديث المروي في ذلك. هذا المبدأ الكبير الذي ربطوا به حياتهم رضي الله عنهم أجمعين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الوسائد جمع وسادة، وهي المخدة التي تستعمل للنوم أو الاتكاء. يعني إذا دخل إنسان دار إنسان فجلس في مجلسه فقدم إليه وسادة أو دكأة يتكئ عليها أو يريح ظهره عليها أو يستند إليها، فلا ينبغي أن ترد، لأنها إنما صنعت في مقام الضيافة والإكرام، فمن باب قبول ضيافة المضيف قبول وسادته وعدم ردها. يعني ولو لم تكن بحاجة إليها فاقبلها واجعلها إلى جوارك واتك عليها أو استند إليها. وثاني ذلك هو الدهن، وهو الطيب المقصود قبل قليل. أما الثالث فهو اللبن، وقد تقدم في لقائنا المنصرف أن اللبن غذاء وشراب في آن واحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بأنه مما يستغنى به عن الطعام والشراب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا هدي نبوي أيضا عظيم في باب الطيب والعطر، يذكر دائما في الآداب النبوية المتعلقة بالعطور والأطياب. وحاصل هذا الهدي النبوي الكريم أن يفرق في باب الطيب بين الرجال والنساء. الطيب أو العطر ريح فائحة تدخل الأنوف فتطيب لها النفوس وتنشرح لها الصدور، والروائح الطيبة مؤثرة في القلوب أيما تأثير، فأنت ربما شممت ريحا ولم تر صاحبه فأوقع ذلك في قلبك موقعا من القبول والارتياح. والعكس أيضا، إذا شم الأنف رائحة مستقذرة انقبض القلب وانكمش. فأمر الطيب والريح وأثره في القلوب مما لا يستنكر، وهو معلوم لكل إنسان يشم هذه الروائح ويفرق بينها. من هذا الباب جاء التفريق في الإسلام بين صنف الرجال وصنف النساء فيما يتعلق بالعطور والأطياب، وأن يكون عطر الرجال معتمدا على فوحان الرائحة وانتشارها وظهورها، وأن يكون طيب النساء معتمدا في عنصره على ظهور اللون لا رائحته. وذلك أن الأطياب التي كانت تستعمل إنما تستعمل من مخاليط من النباتات ونحوها، فتكون شيئا من السوائل ولها لون ولا بد، فأن يكون طيب النساء ذا لون ظاهر وريح خفي بعكس طيب الرجال، لأنه لا بأس أن يفوح ريحه. ومرد ذلك إلى باب عظيم في الشريعة قررته تقريرا بليغا، وهو غفق إغلاق باب الفتنة بين الرجال والنساء، والمقصود الأجانب ولا شك، يعني في من ليس له صلة بين رجل وامرأة فيغلق باب الافتتان بها. ولهذا جاء الإسلام بالحجاب، وجاء بالنهي عن الضرب بالأرجل وفيها الخلخال. يقول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال في الحجاب: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. وهذا الباب الكبير في الحجاب وفي الخلخان وفي الطيب يصب في مصب واحد: ألا يجد الرجال بابا للافتتان بالنساء، فإن كان وجه المرأة فتنة وصوت خلخالها في الرجل أيضا فتنة، فإن طيبها الذي تتعطل به أيضا باب عظيم من أبواب الفتنة. ولذلك جاءت العناية به في صحيح مسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، إذا تبخرت وتطيبت فلتقعد في بيتها ولا تحضر معنا المسجد لتصلي. والسبب أن البخور مما يفوح ريحه إذا تطيب به الإنسان، فإذا أتت انتشرت الرائحة ووقعت في أنوف الرجال. والإسلام الذي نهى المرأة أن تضرب الأرض برجلها بحيث يسمع صوت الخلخال
فإن الأولى به أن يمنع هذا الباب ويحث المرأة الصينة العفيفة على أن تغلق هي الأخرى أيضا هذا الباب، وألا تجعل من ريحها المنتشرة بابا يصل إلى أنوف الرجال فيؤثر في القلوب. فهذا الهدي في المقرر في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فهذا باب يتصل بأمور متعددة قررتها الشريعة للعناية بما يتعلق بين الرجال والنساء في استعمال الطيب. نعم. عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. الحديث ضعيف السند لأنه مرسل، وأبو عثمان النهدي ليست له صحبة، إنما هو تابعي كبير أدرك الجاهلية وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يظفر برؤيته، فلم يكتب له شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المعمرين، عاش 130 سنة، وأحد المشاهير الكبار في أعلام الإسلام أبو عثمان النهدي رضي الله عنه ورحمه وعفى عنه، يقول: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. ولذلك لا يصح نسبة الريحان إلى الجنة بهذا الحديث لأنه لا يصح سندا، وإن كان قد ورد في نصوص شرعية أخرى، والحب ذو العصف والريحان، فأثبت الله عز وجل أن الريحان من خلقه الذي يكون نعيما. على كل الشاهد في الحديث عدم رد الطيب، والريحان قيل هو كل نبات مشموم طيب الرائحة، واليوم كثير من العامة يطلق اسم الريحان على نوع خاص من النبات زكي الرائحة طيب الشم إذا وصل إلى الإنسان، وهو كذلك، لكن الاسم في اللغة لا يختص بهذا النوع، فكل نبت طابت رائحته يسمى ريحانا. قال: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده. الحديث هذا وإن كان ضعيفا حديث أبي عثمان، لكنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. خفيف المحمل طيب الريح، فعلى ما الرد إذن؟ ولماذا يرده الإنسان إذا أهدي؟ قال: فإنه خفيف المحمل طيب الريح. والحديث عند أبي داود أيضا بلفظ: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. في صحيح مسلم بلفظ: من عرض عليه ريحان، وعند أبي داود: من عرض عليه طيب. ومن هنا أخذ الفقهاء أن المسألة أعم من نبتة الريحان، فكل من عرض عليه طيب فالسنة أن يقبله ولا يرده، وقلت: سواء أهدي أو طيب به، يعني جعل قدر من الطيب في بدنه أو في ثوبه، فإنه لا ينبغي أن يرده. وهذا الذي قرره الفقهاء أنه يكره للمسلم أن يرد الطيب أو الريحان إذا عرض عليه، والكراهة هاهنا لأنها مخالفة لصريح السنة الثابتة التي سمعتم قبل قليل، إلا إذا كان لعذر، فلا بأس للإنسان أن يعتذر عن قبوله بلطف ورفق بحيث لا يظهر معارضا للسنة لكنه يعتذر. مثال ذلك المريض الذي يتأذى بشيء من الروائح، وربما أصاب صدره شيء من الحساسية، أو يتحسس أنفه لبعض الروائح أو لصنف منها، خصوصا إذا كانت الرائحة صارخة أو قوية، أو كانت مما تزعجه أو يتضايق منها، فلا يلزمه أن يقبل، ليس رفضا للسنة حاشا، ولكن الإسلام أيضا جاء بنفي الضرر وعدم دفع الإنسان إلى ما يؤذيه، فيجوز له عندئذ أن يعتذر عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر، فمن كان ذا عذر فلا بأس عليه ولا حرج، ومن قبله فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم:
ما رأيت رجلا أحسن إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. حديث جرير هذا أولا ضعيف سندا، بل ضعيف جدا كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله، وثانيا ليس له صلة ظاهرة بباب العطر والطيب الذي نحن فيه، وفيه قصة سنعرضها ونستغني عن ذكر ما فيها لضعف سندها. قال جرير: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار. الرداء هو قطعة اللباس في النصف الأعلى من الجسد، كما يلبس المحرم إزارا ورداء، فالملبوس في النصف الأسفل يسمى إزارا، والملبوس في النصف الأعلى على الصدر والكتف والظهر يسمى رداء. قال: فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، يعني مشى كاشفا صدره وظهره، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. جرير سيأتي ذكره رضي الله عنه في الحديث في الباب الآتي بعد هذا الباب، في باب ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جليل جرير رضي الله عنه أحد الصحابة الذين تأخر إسلامهم، موصوف رضي الله عنه بالجمال وحسن المظهر مع كمال العقل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من جرير جماله وكمال عقله. وجرير أيضا من أمراء الصحابة، فهو أمير نبيل جميل كما يقول الذهبي رحمة الله عليه. جرير أسلم مؤخرا، ووقع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم موقع من الحفاوة والعناية والتقدير، فكانت من مناقب جرير رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. دخل ذات يوم على النبي عليه الصلاة والسلام فرمى إليه بوسادة يجلس عليها، وما رضي له أن يجلس على الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، يشير إلى مكانة جرير رضي الله عنه. بل ثبت عند أحمد وغيره من المحدثين، قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي وحللت عيبتي ولبست حلتي، ثم دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. قال: فرمان الناس بالحدق، يعني ما أن دخل المسجد إلا والناس ينظرون إليه والكل يلتفت، فأثار هذا دهشة عند جرير. قال: فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ يعني هل قال عني شيء جعل الناس ينظرون إلي فور ما دخلت؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر، بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته فقال: إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك. قال: فحمدت الله، ففرح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بخير وأثنى عليه خيرا. سيأتي ذكر جرير إن شاء الله في باب ما جاء في ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان عمر يقول عنه: جرير يوسف هذه الأمة، يشير إلى جماله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث لا صلة له ظاهرة بباب ما جاء في العطر والطيب، إلا على التكلف أن تقول إن من حظي بجمال الخلقة وكمال المظهر والهيئة فأولى به أن يكمل هذا بجمال ريحه وعنايته بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الطيب. وختام هذا الباب ينبغي أن نشير أيها الكرام أن المتقرر فيما سمعتم وفيما ذكر من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطيب ينبغي أن يكون حاضرا في حياة العباد، وأن يكون عنايتنا بالطيب اقتداء بالسنة أولا، وابتغاء لكمال مظاهرنا وهيئاتنا ثانيا، ولأن يصلح المرء ما بينه وبين جلسائه، فإن الطيب أو العطر شيء مما يبعث على الارتياح كما تقدم وانشراح الصدور. فما على المرء رعاكم الله أن يتخذ ريحا طيبة يأنس بها جليسه، ويأنس بها من يحدثه، من يقترب منه ومن يكون معه. وأولى ذلك رعاكم الله أقرب الناس إلى الرجل أهل بيته، فإن عناية الإنسان أيضا بطيب رائحته لا ينبغي أن تفهم دوما أنها حيث يخرج الإنسان من البيت وحيث يتجه لحضور المجامع والمحافل أن يعتني بريحه وطيبه، وألا يجد أهله من ذلك في البيت شيئا.
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي. ويرى في هذا رضي الله عنه هديا نبويا عظيما، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى ذلك ويحث عليه ويرشد الأمة إليه. فالمسلم الحصيف الحريص على السنة يتخذ الطيبة في هذا الباب الكبير، في المجامع وعند أهل الرجل في بيته، وعندما يجالس الإنسان من شاء، فمن اعتنى بطيبه كمل هديه وشأنه ومظهره وهيئته ولا بد. كذلك جاء الحث على الطيب كما تعلمون في العبادات، في غسل الجمعة، في شهود الأعياد، فهذا أيضا من الكمال الذي ينشد له المسلم في تلك العبادات العظيمة. العناية بالمظهر جملة، هدي نبوي كريم جاء في أبواب متعددة من أول الكتاب، فيما بها جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خضابه، وفي وصف مظهره وهيئته، والآن نحن في باب ما جاء في العطر والطيب عنه صلى الله عليه وسلم. هذه خاتمة لابن القيم رحمه الله يقول فيها: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه، وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه، والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. هذا ختام باب ما جاء في طيب أو عطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الآتي في شملة أخرى من شمائله، وهو كلامه عليه الصلاة والسلام، فاسمعوا رعاكم الله تعرفا وتقربا إلى شخص نبيكم صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكلم، وما صفة كلامه الثابت عنه فيما رواه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نعم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. نعم. وعن أنس؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاث لتعقل عنه. أورد الإمام الترمذي ومختصره الألباني رحمة الله عليهما في هذا الباب فيما سمعتم حديثين اثنين، أولهما عن عائشة رضي الله عنها، وثانيهما عن أنس. وانتبه رعاك الله إلى أن كل من عائشة وأنس رضي الله عنهما من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ملمح يعطيك مزيد انتباه وعناية فيما بين يديك من الرواية. لما؟ لأنك تتحدث عن قضية يرصدها الناس كلهم، وأكثر الناس دقة في رصد مثل هذا هم أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، وعائشة زوجه ومن أهل بيته رضي الله عنها، وأنس رضي الله عنه خادمه والملازم له. فأن ترد الرواية في هذا الأمر على وجه الخصوص من مثل هذين الصحابيين، فإنك تنقل وصفا دقيقا لا يعدوه شيء، ولا يفوته أيضا شيء من الدقة فيما يجب أن ينقل ويروى. وصفت عائشة رضي الله عنها ووصف أنس رضي الله عنه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بجملة من الأوصاف: أنه لم يكن يسرد كسردكم هذا، وأن كلامه بين، وأنه فصل، وأنه يستطيع الجالس أن يحفظه، وأنه كان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وستأتي هذه الأوصاف واحدة بعد واحدة كما جاءت في الروايتين. ومن لطيف كلام الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه، في وصف طويل بعبارات عذبة ساقها ابن القيم رحمه الله، يصف المأثور في وصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حكاه الصحابة. فما الذي يسعك أن تقول؟ بين يدينا ميراث محمدي كبير ضخم في السنة النبوية، مما حفظه الصحابة من أقاويل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ترى هذا
هذا الميراث الضخم من السنة المروية في الصحاح والسند، في الصحاح والسنن والمسانيد والموطئات والجوامع، كم يبلغ هذا المنقول المروي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته مع أصحابه؟ النصف، الربع، الثلث. أنت تتكلم عن حياة ملأها عليه الصلاة والسلام 23 سنة في النبوة مع صحابته حديثا وتعليما وعظا وخطابة ومؤانسة وملاطفة، فهذا باب كبير. كيف تستطيع أن تصف هذا الباب؟ كيف كان يتكلم عليه الصلاة والسلام؟ حرص الصحابة على نقل هذا المعنى، لكنهم يتفقون على هذا الأمر العظيم في الوصف المجمل، أن كلامه عليه الصلاة والسلام جميل. والجمال ها هنا فيه شيئان: جمال الكلام المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ وصفين اثنين. الأول جمال العبارات والألفاظ وخلوها من أي شيء يخدش المشاعر أو يجرح المسامع، فما حفظت عنه صلى الله عليه وسلم لفظة نابية، بل والله ولا نصف كلمة ما حفظ الناس عنه صلى الله عليه وسلم، ولا نصف كلمة فيها جرح لمشاعر الإنسان، أو فيها لفظة قاسية، أو فيها عبارة نابية. ترى لأنه طيلة حياته عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب، ما كانت تستفزه المواقف، ما كان يتعرض في بعض المواضع إلى شيء يحمل على انفعال أو ردة فعل. بلى، هو بشر صلى الله عليه وسلم، لكن الله نزهه في كل شأنه، ومن ذلك كلامه، أن يكون عنه شيء مستنكر أو مستقبح صلى الله عليه وسلم. أعرفت الآن أن واحدا من الأسباب التي أسر بها عليه الصلاة والسلام قلوب صحابته هو جمال أخلاقه وفيما يتعلق من ذلك بكلامه عليه الصلاة والسلام؟ والله أسرهم، وقد كان صنيعه معهم وكلامه معهم وكل حياته معهم صلى الله عليه وسلم كانت على أكمل الأحوال. أن يعيش رجل كأنس رضي الله عنه صبيا خادما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يا إخوة، ما شأن أحدنا مع الخدم؟ أن تتعامل مع إنسان أمامك من مبدأ أنه خادم وأن لك عليه الأمر والنهي، وكم سيكون في ذلك من القصور، والبشر معرضون لهذا. ترى أنس رضي الله عنه لما قال: إنني في 10 سنوات ما حفظت أذني يوما عبارة قاسية، أسبب هذا أن أنس ما أخطأ في 10 سنوات هذه أبدا، ولا في موقف، ولا كان منه قصور أيضا في أي موقف في 10 سنوات إطلاقا؟ ما ليس هذا المقصود، لكن المقصود أن موقف النبي عليه الصلاة والسلام هو الموقف العظيم الذي نحتاج أن نتعلم منه. وهذه عائشة أيضا رضي الله عنها، وهي واحدة من أهل بيته، وأهل بيت الإنسان أقرب شيء إلى معدن الإنسان وأخلاق الإنسان وقلب الإنسان. وحقيقة إذا أردت أن تتعرف على خلق إنسان فانظره في داخل بيته وفي تعامله مع أهله، لأن ذلك أصدق وصف وأصرح كشف للغطاء عن أخلاق أحدنا. تدري لما؟ لأن أخلاق أحدنا في البيت لا تخضع لمجاملات، ولا تخضع لعوامل التحسين والتزيين، وليس يتكلف فيها أحدنا شيئا يحب أن يظهر به أمام الناس، فيتعامل أحدنا من منطلق طبيعته وسجيته في التعامل مع أهل بيته. فحقيقة أخلاق الإنسان هي ما تصدر عنه في التعامل مع أهل بيته. يعني إذا أردت أن تعرف الكريم من الأشخاص فليس هو الكريم في الضيافة مع أصدقائه وأصحابه إذا ما استضافهم، وإذا أردت أن تتعرف على الحليم والسمح وصاحب الابتسامة وكثير العفو فليس هو الذي تنظر إليه وتقيسه في تعامله مع رفقته إذا اجتمع بهم والتقى بهم أو سافر معهم. كل
كل ذلك يمكن أن يتصنع ويمكن أن يتكلف، لكن الذي لا تكلف فيه ولا تمثيل فيه ولا مجاملة فيه هو صنيع أحدنا داخل بيته. فالآن حاول أن تجتر من ذاكرتك منذ أن عرفت الدين إلى اليوم، حاول أن تذكر موقفا مر بك قرأته أو سمعته أو مر بك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت إحدى نسائه أنه أساء إليها بكلمة. لاحظ، ليست زوجة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التعدد من النساء في بيت واحد في حجرات متجاورة مع اختلاف الأعمار واختلاف العقليات والثقافات واختلاف القبائل التي تنتسب إليها أمهات المؤمنين، من شأن ذلك كله أيها الكرام أن يفرز وأن ينتج عنه مواقف مختلفة متباينة متضادة، فضلا عما بين الضرائر من الغيرة وما ينتج عنها من مواقف يصدر عن المرأة طبيعة من حيث هي امرأة أولا، ومن حيث هي ذات ضرائر ثانيا، ومن حيث صحبتها وزواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا، الذي ترى الواحدة منهن أنها أولى الناس وأحرى الناس بهذا النبي الكريم. والمرأة من شأنها إذا ظفرت برجل بزوج أحبته وتعلق قلبها به ألا تحب أحدا أن يشاركها فيه، فما ظنك بمشاعر أمهات المؤمنين وهن يعشن عيشة الزوجات لأعظم إنسان على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى أنه يقع في قلوبهن ما يقع في قلوب النساء من حب الاستئثار بهذا النبي العظيم وألا يشاركها فيه أحد من الخلق كائنا من كان؟ ألا اجمع كل تلك الاعتبارات وحاول أن تجد في حياته صلى الله عليه وسلم على اتساع المواقف كلمة أو لفظة أو موقفا كان فيه شيء، لا أقول إساءة حاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن كان فيه شيء من الشدة أو القسوة أو جرح المشاعر لإحدى زوجاته، مع أنك تجزم يقينا بل ثبت صراحة أنه صدر عنهن رضي الله عنهن شيء من مواقف النساء من حيث هن نساء، من الخطأ بين يديه ومن التجاوز للحدود في بعض المواقف، حتى إن الصحابة غضب، يغضب عمر لأن ابنته حفصة رضي الله عنها تأخذ وتعطي تجادل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما رضي ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معها زوجا فما أثر عنه شيء من ذلك. بل الأعجب أنه عليه الصلاة والسلام في حياته التي امتدت 10 سنين بالمدينة والتي كانت هي مرحلة تعدد زوجاته بعد الهجرة، لم يذكر فيها موقف أنه عليه الصلاة والسلام مد يده إلى إحدى نسائه قط، أو شد شعرها أو ضربها أو أغلظ لها في العبارة أو شتمها أو سب، حاشا عليه الصلاة والسلام. فما عذر أحدنا اليوم يا إخوة إذا ساءت بينه وبين زوجته العشرة أو احتد بينهما الموقف أن يغلظ لها في العبارة، أن يسيء إليها؟ بعض الرجال للأسف قد يتجاوز ذلك إلى التطاول باليد. والله من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوته أبى أن يكون في حياته مثل هذا السلوك، وهذب أخلاقه وفعاله في تعامله مع أهل بيته بهذا الهدي النبوي الكريم. يا قوم، لسنا بحاجة إلى أن نتعلم آداب الحياة الزوجية وأخلاق الزوجين وما ينبغي أن نتعامل به، علينا فقط شيء واحد، أن نتصفح في صفحات السيرة النبوية لنتعلم كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، كيف كان مع أهل بيته، وقد كان منهن من المواقف ما يحمل على الغضب، ما كان فيه مما يستفز المشاعر، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعلو فوق ذلك كله ويتامل التعامل معهن زوجا ونبيا وأبا عظيما صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه أولى الناحيتين التي يوصف فيها كلامه صلى الله عليه وسلم بالجمال بالجلال بالكمال، جمال كلامه عليه الصلاة والسلام وطيب كلامه، أنه كان خاليا تمام الخلو من أي عبارة قاسية أو لفظة نابية أو شيء من فحش القول عليه الصلاة والسلام. أما الناحية الثانية من جمال الكلام فهي عذوبة الألفاظ وسحرها وتأثيرها وأسرها للقلوب والألباب، هذا باب آخر، جمال العبارات جمال الألفاظ، بلاغة العبارة روعة البيان، سحر الكلام
الذي كان يتلفظ به عليه الصلاة والسلام فيأسر آذان سامعيه، بل قل يأسر قلوبهم. كانوا يسمعون من جميل الكلام، وهم عرب فصحاء أقحاح، لكن وجدوا في كلامه عليه الصلاة والسلام شيئا عاليا فوق ذلك بكثير، في جمال العبارة وكمالها، يجمع له الكلام ويختصر له اختصارا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء، وذكر في بعض الروايات قال: وأوتيت جوامع الكلم. يختصر له الكلام فيعبر عن المعنى العظيم الكبير بالعبارات الموجزة المحددة الألفاظ. هذا مجمل ما يتعلق بجمال كلامه عليه الصلاة والسلام. نحن يا إخوة إذ نتدارس الشمائل المحمدية فإننا نهدف إلى أهداف: أن نتعلم شيئا عنه عليه الصلاة والسلام، أن نتعرف على تفاصيل حياته أكثر فأكثر، كل ذلك من أجل أن نقترب من محبته. نعم والله، فأشدنا حبا له هو أعظمنا معرفة بدوافع المحبة له عليه الصلاة والسلام. لماذا تحب نبيك عليه الصلاة والسلام؟ كلما كان إجابتك على هذا السؤال مشتملا على عناصر أكثر، صدقني ستكون محبتك أكبر. إن سئلت على أي شيء تحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ما الذي يحملك على أن تجعله في قلبك أعظم محبوب عليه الصلاة والسلام؟ والله مهما تمتلك من إجابات أكثر على هذا السؤال فهنيئا لك، أنت تمتلك رصيدا من المحبة أكبر. لأن أعرف إنسان بإنسان هو أكثرهم عناية بأخباره، بتفاصيله، بنواحي حياته. فمن كان أكثر علما برسول الله عليه الصلاة والسلام كان ذلك أدعى لأن يكون أعظم حبا له صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما نتحدث عنه الآن، صفة كلامه. فهذه واحدة من الأمور التي نهدف إليها عندما نتحدث عن الشمائل وتلك الدقائق في الحياة. كيف كان يتكلم؟ سيأتيك الباب الآتي. كيف كان يضحك؟ تقدم بك. كيف كان يتطيب؟ لما كل هذا؟ نحن حقيقة نحث الخطى لأن نمتلك رصيدا أكبر من التعرف على سنته وسيرته وشمائله، رجاء أن نفوز بنصيب أكبر من محبته صلى الله عليه وسلم. الهدف الآخر أيها الكرام، نريد بذلك أن نفتح في حياتنا صفحات مشرقة، وما إشراقها والله إلا بامتلاؤها بتطبيقات للسنن النبوية. عندما تريد لحياتك أن تشرق وتضيء، املأها رعاك الله بتطبيقات لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. فما تحلو الحياة والله ولا تشرق على صاحبها إلا بتطبيق السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولذلك أسعد الناس في الحياة أكثرهم عناية بالسنة في شأنه وحياته، أقل الناس مشاكل في الحياة هو أيضا أكثرنا عناية بتطبيق السنة في حياته، أعظم الناس بركة في الحياة هو أيضا أكثرنا عناية بتطبيق السنة في حياته. السنة، السنة يا قوم والله شعار الحياة السعيدة، الخلو من المشاكل، راحة القلوب، طمأنينة النفوس، هو أن تجعل حياتك أقرب ما يكون شبها بحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ألا تؤمن أنه أكمل البشر صلى الله عليه وسلم؟ بلى. ألا تؤمن أن الله آتاه أفضل سبل الحياة؟ بلى والله. ألا تؤمن أنه عاش أعلى درجات الحياة البشرية في الدنيا سعادة وهناءة ورضا وطمأنينة وقناعة؟ بلى والله. يا أخي ماذا تريد إذن في حياتك أكثر من هذا؟ رمت الحياة السعيدة بأعلى معاييرها، الحياة الطيبة بأكمل مواصفاتها، الحياة البعيدة عن المشاكل والمنغصات في أكمل صورها، والله لن تقع عيناك إلا على حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحياته كتاب مفتوح، اقرأ ما تشاء واقترف منها ما تشاء. في النهاية أنت السعيد أو أنت الخاسر. أنت السعيد إن اغترفت من سيرته وسنته وهديه قدرا أكبر فجعلتها معلما لك في الحياة وسرت على إثرها، وأنت الخاسر إذا ابتعدت عنها، إذا اعتضت عنها بغيرها، إذا حاولت أن تجد في سبل الحياة البشرية مسالك تحاول من خلالها أن تصل إلى درجة أكبر من سعادة الحياة وطيب العيش. ما وجد البشر حياة أهنأ مما عاشوا عليه الصلاة والسلام. جملة القول أيها الكرام، نحن عندما نتحدث كيف كان يتكلم، كيف كان يضحك، كيف كان يلبس، ماذا كان يأكل، والله
إننا نفتش عن مفاتيح السعادة في الحياة المبطنة في تفاصيل سيرة وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتش عنها، خذها، امتلكها بيديك، ثم تقلب في نعيم العيش وأنت تتأسى بحبيبك عليه الصلاة والسلام. هذا الباب ذكر فيه الصحابة كيف كان يتكلم، فمهما استطعت رعاك الله أن تجعل كلامك شبيها بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو في بعض أوصافه فاصنع. فرحم الله امرأ رجلا أو امرأة استطاع أن يخلي كلامه بالتهذيب والاعتياد وترويض النفوس مع الأيام، أن يخلي كلامه من كل شيء يمكن أن يسيء إلى سامعه. دافعه في ذلك التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام، هي والله أبلغ من 1000 موعظة و1000 كتاب تقرأه و1000 محاضرة تستمع إليها تحاول أن ترتقي بكلامك. هذه السنة، هذه السيرة. ورحم الله امرأ أيضا حرص على أن يكون في تعاطيه للكلام قريب الشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام. عائشة وأنس رضي الله عنهما وصفا هذا الباب، يعني كلامه عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا. نفت أن يكون كلامه سردا، والمقصود بالسرد هو السرعة والعجلة في الكلام التي ربما يسقط معها بعض الحروف أو تتآكل الكلمات. بعض الناس أوتي سرعة مفرطة في الكلام، وسرعة الكلام إما أن تكون ناشئة من عجلة اعتاد عليها المتكلم في كلامه فطبع على التعجل في الكلام، وبعض علماء النفس يعزو ذلك إلى طبيعة في الإنسان، تكون عنده العجلة في القرارات، العجلة في المشي، العجلة في كل تصرفاته، ومنها العجلة في الكلام. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا. إذن هي نفت أن يكون كلامه على عجلة واسترسال، فعجلة الكلام ليست من هديه عليه الصلاة والسلام. العجلة المفرطة التي يفوت معها بعض الكلمات أو يسقط معها بعض الحروف أو يدخل في الكلام بعضها في بعض، وبعض الناس كما قلت يؤتى هذا من عجلة طبع عليها، وبعض الناس يؤتى هذا أحيانا من سيولة في الذهن وتدفق في الأفكار، فإذا تكلم تتابعت الأفكار عليه وازدحمت على لسانه فتعجلت وأخرجها وتحدث بها، وهي طباع يتفاوت فيها الناس. لكن الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو التأني، أكدت ذلك رضي الله عنها بقولها: ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل. بين يعني واضح، فصل يعني مفصول بعضه عن بعض. أكدت هذا ثالثا فقالت: يحفظه من جلس إليه. يعني لو جلس إليه إنسان فاستمع إلى كلامه استطاع أن يحفظه من أي شيء؟ من وضوحه وتأنيه عليه الصلاة والسلام في الكلام، فالكلام واضح فيفهمه الجالس والسامع، وعلى ترسل وأنات وتمهل يقدر معه السامع على الحفظ. وثمة عامل ثالث، أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم كلاما كثيرا في المجلس، كان يتكلم بكلام معدود، لو شاء أن يحصيه العاد لأحصاه من قلة كلامه عليه الصلاة والسلام، فأوتي مجامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وكان يقلل الكلام فيجد له موقعا أعظم في قلوب سامعيه، لأن الكلام إذا قل حرص السامع على التقاطه بخلافه ما إذا كثر، فإن الكلام إذا كثر ينسي آخره أوله، ثم إذا كثر كان عرضة للسقط والزلل والخطأ. أما كلام نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يكن على هذا النحو. وأخيرا فحديث أنس رضي الله عنه أنه كان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. يعيد الكلمة يعني إذا احتاج إليها في سياق الكلام، وإلا فلم يكن هديه صلى الله عليه وسلم في كل كلامه أنه يكرره ثلاثا، ولا ثبتت بذلك السنن، بل الثابت أنه يتكلم بأنات وتمهل ووضوح وبيان، إنما التكرار ثبت في بعض الأحاديث إذا احتاج إليه، بل أكثر من ثلاثة كان يكرر، كما في حديث الكبائر قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين.
وكان متكئا فجلس؟ قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كرر في العبارة اهتماما بشأنها وتغليظا في حقها. وكان يكرر ثلاثا كما قال في الحديث أيضا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. نعم، ثبت أنه يكرر ثلاثا، لكن ليس في كل كلامه بتفاصيل العبارات والجمل، بل إذا احتاج إلى تأكيد معنى من المعاني كرره. وهذا من بدائع الأساليب النبوية في التعليم، أن يكرر ليثبت عند السامع أهمية ما يكرره صلى الله عليه وسلم. ولا يزال المربون والمعلمون يغترفون من تلك الأساليب اليوم في تعليم المعلمين، كيف يوصلون علمهم وأدبهم إلى من تحت أيديهم من الطلاب. هذا ختام باب ما جاء في كلامه، ليكون شروعنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. أخونا هذا يقول: بعض الأزواج يتعلل أن زوجاتنا لسنا كزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن قال إنك أيضا أنت أيضا كرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم، زوجاتنا لسنا كزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكما أنك لا تقيس نقصا بنقص فلا تقيس كمالا بكمال. ما قلنا لك كن كرسول الله عليه الصلاة والسلام في كل الدرجات التي اعتلاها، لكن تشبه به. ثم سأتنزل معك لأقول: إن لم يكن كزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يروق لك أن تكون أنت في خلقك كرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلا تتنازل، لا تتنازل أنت عن مطلب فيه الكمال، معتذرا بأن الذين معك ومن في عصرك لم يبلغوا تلك الدرجة. أنا أتحدث عني أنا وعنك أنت. أيضا ماذا لو قال إنسان: أنا لا أتحدث بكلام الله،